بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس المصلحة التربوية، السيد المفتش المكلف بالإتصال الدمجة، السادة المدراء، السادة الزملاء الرؤساء ورئيسات الجمعيات المكلفة بالإعاقة، السيدات والسادة أي الحضور الكريم، سعيد جدا لمشاركة الجمعية المغربية الأطفال ثلاثي الصبغي 21 في هذا الملتقى الذي يتيح لأطفال الجمعيات التعبير عن ذواتهم وعن مواهبهم وعن قدراتهم. وأنا أفضل أقول أن هؤلاء أطفال حاملين لقدرات خاصة وليس لحاجيات خاصة. وأنتم سترون كيف لأطفال أن يعبروا عن ذواتهم في بخصوص مثلا المسرح، ونحن حاولنا أن ندمج طفلا سويا معهم حتى يتم الإدماج حتى في الساحة الفنية. شكرا على انتباهكم، شكرا للأخت كريمة بيشي على مجهوداتها المضنية، وأتمنى النجاح للجميع وشكرا. شكرا، شكرا دكتور الفاضل. الان غنمر باختصار شديد للجمعيه حاضره معنا، حتى هي ضروري ما تقول الكلمه ديالها. تفضلي الاستاذه اميه. لا تفوتني الفرصة أن أنويها بهذا المشروع البناء، هذا المشروع البناء لفائدة الأطفال ذوي احتياجات خاصة، الأطفال اللي هما إلى قلنا في كيساهموا في الموارد البشرية المتنوعة، وأيضا باسم المؤسسة المغربية لنهوض التعليم الأولي، فبرنامج تكوين اللي كديروا المؤسسة المربيات ومربيت التعليم الأولي، كاين واحد المصوغة اللي بدورها كتسميها مصوغة التربية الدامجة اللي كتعطيها الفائدة المربيين ديالها، والعناصر ديال هذه المصوغة وهي كنطرقوا فيها المفهوم وتعريف التربية الدامجة، خصائص التربية الدامجة، المبادئ التي تعمل عليها التربية الدامجة، أيضا تعريف أنواع الإعاقة بما فيها طيف التوحد، متلازمة داون، الإعاقة الحركية، اضطرابات التعلم، وأيضا إساءة معاملة الأطفال في وضعية صعبة، شنو هما أشكال العنف وسوء المعاملة، وشنو هي الحيثيات اللي كتجي من موراها، أيضا حماية الأطفال ذوي احتياجات خاصة، ثم آخر عنوان اللي هو دور المربي في تسيير قسم الدامج، من بين العناوين ديالو كفاية المربي الدامج، أيضا المشروع الفردي البيداغوجي للطفل، والوسائل والتقنيات المساعدة في تدبير الأنشطة التربوية وفق منطق الدمج. شكرا لكم.